الراجل الشرقي عامه، مش عايزه اقول الراجل المصري خصوصا، لكن هتكلم على طبيعه الراجل الشرقي. طبيعه الراجل الشرقي لما بيلاقي انه الست بتنجح وبتبتدي تطلع وهو واقف محلك سر، ساعات بيبقى سبب اعاقه النجاح ده. يعني تيمور وشفيقه، شفيقه ما بقتش وزيره الا لما سابت تيمور، يعني قعدت معاه 15 20 سنه، لا بقت وزيره لما سابت تيمور. بس في اكيد امثله تانية. مراتي مدير عام، في امثله غير الافلام. مراتي، استني بس استني بس، مراتي مدير عام، متجوزين وكل حاجه وكله تمام، وشاديه طول النهار تخيط في القمصان يا عيني شايفينها، ومعاه الصبح كويسه وبتجيب له سندوتشات في المكتب وتاكل الساده الزملاء، وبعدين في الاخر مرضاش يروح المؤتمر اللي هي كانت موجوده فيه لان هو شايف ان هي انجح منه. بصي ازاي اعرف اتحايل على الراجل اللي معايا انه انا ما احطوش في الحته دي، او ما خلوهوش بدل ما يبقى البوش او السبورت او الدافع ليا انه لنجاحي، انه يبقى العائق لنجاحي. ازاي اتحايل على الفكره دي؟ اي علاقه اوكي يعني ما بين راجل وست لو دخل فيها لعبه الباور ستراجل او صراع على القوه او صراع على المنافسه اللي هي مش صحيه، مش هتشتغل، مش هتنفع. فما نخليش اصلا الجانب ده اللي هو بتاع الكارير ده يبقى اصلا على الترابيزه، نخرجه من الترابيزه خالص. دي فاهم قصدي؟ نخلي اولا احنا نعيد صياغه الرول او الدور بتاع، يعني ايه انا ست ويعني ايه انت راجل؟ طب ما تيجي احنا نكتب السكريبت بتاعنا. يعني يا حبيبي انا عمري في حياتي ما هنجح الا بيك. لا سيبك بقى من النجاح ده. بصي انا دلوقتي احنا الاثنين دايرتين، هنيجي مش هنندمج فوق بعض ونبقى دايره واحده فنتلغي احنا الاثنين. لا احنا دايرتين وهنبقى كده، هنبقى مشبوكين، والحته اللي في النص هي الحته المشتركه، في الحاجات بتاعتي وفي الحاجات بتاعتك، بس احنا بنتقابل في حاجات مهمه دايما نخلي عيننا عليها انه هي دي الحاجه المهمه اللي احنا اكشلي محتاجينها. لا لا لا، بس هو ما بيفكروش كده، هو بيفكر انه انا دايره كبيره وانت دايره صغيره، وبعدين هنشوف بقى ايه الحياه. يعني انا عايزه اعمل كده طول الوقت، انا طول الوقت بعمل كده. لا اكيد في طريقه انثويه اكيد اعرف اتحايل عليه بيها من غير ما احطه في حته ان انا حاطه مناخيري في مناخيره. ما تتحديهوش طبعا، صح كده؟ ولا تبقي يعني تبقي تعرفيه دايما انه انت ست، وان انت يعني الفولنربيلتي بتاعتك او اللي هو يعني الفولنربيلتي هي مش ضعف، هي زي ما تقولي حساسيه، يعني تكوني حساسه اكتر، او ان انت تكوني انت مش عايزه تاخدي دوره. ما تنفسيهوش. افهمه ان انا مش عايزه اخد دور. لا خالص اطلاقا. ليه حد قال كده؟ انت راجل وسيب الرجاله كمان. بالظبط كده، بالظبط. فدايما في اللي هو ايه الايجو يعني كده يتظبط ويتلمع، اديله برستيجو. بس ده حقيقي، اديله برستيجو، احترميه بجد من جواكي، ودايما تعرفيه قيمته عندك. يعني بصي دايما لما الناس بتركز هتلاقي الناس الناجحه دايما مركزه في الحاجه الايجابيه، لان دايما في حاجه ايجابيه وفي حاجه سلبيه، اللي بتركزي عليه بيزيد وبيكبر وبتديله انرجي اكتر، بتديله طاقه اكتر في حياتك. انت شوفي نفسك في حياتك لوحدك مع نفسك في اي حاجه بتعمليها، لما بتركزي على نجاحك او بتركزي على انه حاجه حلوه، يعني انك مثلا انبسطتي من حاجه، انبسطتي من رحله معينه عملتيها، مزيكا سمعتيها، هوايه بتعمليها، فاهمه؟ وات ايفر، لو انت دايما حاطه نفسك في السايكل البوزيتيف الدنيا هتمشي بوزيتيف.